إلى الاتحاد الرياضي الإسلامي لعنابة والنادي الرياضي حمراء عنابة في 1971. عناوين واحدة وإن تغيرت لمدينة القبطان الحاج محمد صالح بفرماس وعلي عطوي لأزقة برزة وتعلم فيها فنون المراوغات صالح تاي واستبسال إبراهيم بوترعة في الحراسة لعنابة التي تملك عائلتها قصصا مع الكرة في شاكلة بوفايدة وأبو منجل لأجيال شنيني ثم قطاي أجيال مرت من هناك قادت الفريق بين قسم أول وثاني على فترات جيل العام 84 إلى 93 الذي برز بالمركز الرابع في البطولة جيل 98 2006 بنفس المركز وتاريخ صعب يوم 9 جويلية 2011 عندما نزل النادي مرة ثم أخرى موسم 2017-2018 عندما وجد الأنصار محبوبهم بين الهواة. بين الهواية والهوى دفع به المحبون فعاد سريعا ليحطم الأنصار كل الأرقام في المناصرة فوق المدرجات في صنع أجمل اللوحات مع الحلم الدائم بعودة الكبير بين الكبار لأن من يملك قوة الأنصار مطالب بامتلاك قوة الانتصار. الهدف الثاني من ربيع حمزة الاتحاد اليوم تاسعا في مرتبته متطلعا لموسم آخر قبل عودته مثلما عاد جيل رضا عباسي ويشاوي بوحصيدة والبقية مثلما رافع للراية الوطنية في كأس العربي للأندية مثلما حافظ الأنصار على الأمانة والوصية هناك صوت يدوي بجبل إسرائيلي بالكور بسيد إبراهيم وبلاس دارم هناك صوت واحد يهتف بحياة المدينة ملكة البطولة وكأس واحدة في ملاعب الجمهورية.